إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد مع مسابقة لربح شيك كادو أو جيف كارد بقيمة 10 يورو بالمجان. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذه المسابقة الذي يربح سينال 10 يورو للتسوق في موقع أمازون بما يسمى شيك كادو أو جيف كارد بقيمة 10 يورو يشتري ما يشاء من موقع أمازون بقيمة 10 يورو. طريقة المسابقة سهلة جدا، ستتخطون الرابط المختصر الذي سيأخذكم إلى القناة الثانية ثم تضغطون على اشتراك أي تشتركون في القناة الثانية لمكاسب الإنترنت. إذا سأترك لكم رابط مختصر، تقومون بتخطي ذلك الرابط والدخول إلى هذه الصفحة والضغط على هنا الاشتراك أو صابوني أو سبسكرايب بالإنجليزية، وعند الانتهاء تضعون في التعليقات تم وتضعون الإيميل ليبعث لكم الرابط أو الكود للشراء من موقع أمازون. إذن إخوتي تخطوا رابط المختصر ثم ضغطوا على الاشتراك في هذه القناة، وضعوا الإيميل لأبعث لكم الكود لتشتروا به من موقع أمازون. هذا هو موقع أمازون. إذا أردتم شراء برامج أو أي شيء بقيمة 10 يورو إخوتي هذا ما لدي، والسحب سيكون الأحد المقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.